العام 2018 تجمهر 11 أميراً أمام قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض احتجاجاً على قرارات صادرة من الملك، فكان لابد من التدخل لإنهاء الاحتجاج. في ذلك الوقت ظهرت كتيبة السيف الأجرب وتعرف عليها السعوديون والعالم لأول مرة، وهذه قصتها. العام 2015 المملكة العربية السعودية، وصول الملك سلمان لعرش المملكة خلفاً لأخيه الملك عبد الله. لم ولن يكون هذا التغيير الوحيد الذي سيحدث في المملكة التي اعتادت الاستقرار والثبات في كل شيء. في نفس العام ولي العهد الأمير مجرن يطلب الإعفاء من منصبه، فيتم اختيار الأمير نايف كولي للعهد في سابقة تعتبر هي الأولى في المملكة، حيث سينتقل الحكم من أبناء الملك عبد العزيز إلى الأحفاد. وفي نفس الفترة أيضاً عين الأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد مع استمراره في منصب وزير الدفاع، وهو منصب حازه خلفاً لوالده الملك سلمان عقب وصوله للحكم. وبدأ أن الأمير الشاب عينه على التغيير في السعودية، وكان لابد له من فريق يساعده على هذا التغيير، فاختار بداية أن تكون له فرقة، وهذه الفرقة هي فرقة السيف الأجرب. يرتبط اسم السيف الأجرب في السعودية بمعان عديدة، فهو اللقب الذي كان يطلق على سيف الإمام تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية وجد العائلة السعودية الحاكمة الحالية، والذي كان يلقب سيفه بالأجرب نظراً لصدى اعترى السيف إبان الحروب التي كان يخوضها السعوديون قبيل قرون في سعيهم لتثبيت حكم آل سعود الثاني. ويعتقد في السعودية أيضاً أن هذا السيف هو نفسه السيف المرسوم على العلم السعودي الحالي رفقة عبارة التوحيد. والسيف تاريخياً كان قد انتقل من السعودية إلى البحرين قبل أن يعود للاستقرار في السعودية، ولانتقاله إلى البحرين يتناقل السعوديون روايات ثلاث. الأولى أن الذي نقله هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود. الثانية أن الإمام سعود بن فيصل بن تركي هو من نقله. والثالثة أن ناقله هو الأمير محمد بن سعود بن فيصل، وذلك من دون الإشارة إلى مصدر لتلك الروايات، وبالتالي يختلف حساب مدة بقائه في البحرين. ولكن في كتابه الذكرى العربية الذهبية أشار عبد الله فيلبي إلى أن الملك عبد العزيز تحدث عن سيوف حكام الدولة السعودية، وذكر أن السيف الأجرب من تلك السيوف، وأن الإمام عبد الله بن فيصل أهداه إلى أسرة آل خليفة في البحرين. لكن الرواية الأخرى الموثقة في الكتب والمتناقلة هي بأن هذا السيف قد أهدي إلى الشيخ أحمد بن خليفة الغتم آل خليفة من قبل الإمام سعود بن فيصل، وذلك لمشاركته في عدة معارك رفقة آل سعود، وأشهرها معارك جودة والوجاج والجفر. وقد تناقل السيف بعد ذلك حاكم تلو آخر في البحرين إلى أن وصل إلى الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة عم ملك البحرين الحالي، وكان حريصا عليه جدا، وتم وضع السيف الأجرب في حجرة خاصة ولم يسمح لأحد بأن يقترب منه، حتى أن عم ملك البحرين هو من كان يقوم بتنظيفه شخصيا. حتى جاء العام 2010 حين أهدى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة السيف للملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، والذي احتفظ به بقصره الخاص حتى وفاته العام 2015. يسعدنا ويشرفنا باسم الأسرة الخليفية قاطبة أن نقدم لكم السيف الملقب بالأجرب، سيف جدكم الإمام تركي بن عبد الله آل سعود. حينها سلم أبناؤه السيف إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي حفظه ضمن المقتنيات الرمزية الثمينة التاريخية للمملكة العربية السعودية. ولم يكن هذا التكريم الوحيد للسيف، فالعام 2015 مع وصول الملك سلمان للحكم، وحين أصبح الأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد،
تم استحداث فرقة جديدة تابعة للحرس الملكي السعودي، فرقة هي الأقوى في المملكة من حيث التدريب، وقد تم اختيار أفرادها البالغ عددهم وفق التقديرات ب5000 عضو بعناية بالغة من مختلف قطاعات الجيش السعودي الجوية والبرية والبحرية. وبعد اختيارهم تم العناية بتدريبهم وفق أعلى المستويات، ولاقوا تدريبات خاصة ودورات غير اعتيادية، منها دورة الضفادع البشرية والصاعقة والمظلات ومكافحة الشغب والقناصة والتعامل مع المتفجرات، ما يجعل هذه الكتيبة أو الفرقة هي الأعلى تدريباً والأكثر مهارة. كما تتبع هذه الفرقة رسمياً الحرس الملكي السعودي، والذي يتبع بشكل مباشر للملك سلمان نفسه، لكن هذه الفرقة تحديداً يعتقد أنها تتبع الأمير محمد بن سلمان وترتبط به بشكل مباشر، لذا فهي اسمياً تتبع الحرس الملكي لكنها مرتبطة بولي العهد. وبالإضافة للمهام التقليدية الموكلة لهذه الفرقة والمتعلقة بحراسة الملك وولي العهد وكبار الشخصيات من ضيوف الدولة وكل القصور والدواوين والضيافات الملكية وكل المناسبات التي يرعاها الملك وولي عهده، فهنالك مهام خاصة لا يتم الكشف عنها توكل لهذه الكتيبة التي تعتبر قوة ضاربة من ضمن تشكيلات الحرس السعودي. وهذه المهام الخاصة واحدة منها كانت مطلع العام 2018، حين تعرف السعوديون لأول مرة على هذه الكتيبة بعد أن أوكلت لهم مهام اعتقال 11 أميراً سعودياً تجمهروا أمام قصر اليمامة في الرياض. وكانت مطالبهم حين ذاك تتمثل بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم قصاص كان قد صدر بحق أحد أبناء عمومتهم. وبحسب صحيفة السبق السعودية، فإن الأمراء المعترضين قد تم إبلاغهم بخطأ مطالبهم وطلب منهم التراجع عنها، لكن الأمراء 11 رفضوا مغادرة القصر، فتم إصدار الأمر لكتيبة السيف الأجرب للتعامل مع الموضوع، وتمكنت خلال مدة قصيرة من إنهاء الاحتجاج. تلك الحادثة هي ما جعلت اسم السيف الأجرب يخرج للعلن، وجعلت كثيرين يتساءلون عن هذه الفرقة وسبب تواجدها وربطها بالأمير ورؤيته الجديدة للمملكة العربية السعودية، وأن الأمير يحتاج لقوة أمنية عسكرية مدربة ومجهزة ومؤهلة للتعامل مع الأحداث الطارئة، سيما أن إصلاحات الأمير كانت قد بدأت من داخل الأسرة الحاكمة نفسها، وهو أمر لم تعتده القوى الأمنية السعودية التقليدية ولم تعتد التعامل معه، ما جعل كثيرين يطلقون على الفرقة الجديدة اسم جيش ولي العهد أو اليد الضاربة له وباسمه. يوم كل من خويه تبرى حطيت الأجرب لي خوي نباري، نعم الرفيق اليا سطى ثم جرى يودع مناعير النشامى حباري.